تعقد جامعة زاخ اليوم مؤتمرها الدولي الرابع للهندسة والعلوم المتقدمة. للمزيد حول المؤتمر تنضم إلينا من هناك مراسلتنا نجلاء سندي. مساء الخير نجلاء، أهلا بك، تفضلي. نعم زملائي، تحية طيبة مني لكم جميعا. أتواجد حاليا داخل قاعة المؤتمرات داخل جامعة زاخو التي عقد فيها المؤتمر الدولي الرابع للهندسة والعلوم المتقدمة، وذلك بتنظيم من ثلاثة جامعات: جامعة زاخو وجامعة دهوك التقنية وجامعة التقنية في الموصل، وبمشاركة عدد كبير من الباحثين من دول عربية وعالمية، حيث سيتم اختيار 71 بحثا من أصل 166 بحثا تم اختيار لمناقشة خلال هذا المؤتمر الذي سينعقد خلال اليومين. وللحديث أكثر ينضم معي الدكتور صديق يوسف مدير مركز البحوث في جامعة دهوك ليحدثنا عن تفاصيل هذا المؤتمر. المؤتمر مؤتمر دولي برعاية مؤسسة آي تربل إي فرع العراق، وبرعاية تنظيمها من قبل ثلاث جامعات: جامعة زاخو وجامعة دهوك التقنية والجامعة التقنية الشمالية. تميز البحث المؤتمر بالرصانة، حيث تم استقبال أكثر من 170 بحث وتم قبول 71 بحث. البحوث اللي تم قبولها ضمن تم نشرها في مستوعبات سكوبس في اي تربل اي، وكذلك في مستوعبات الاي اي بي الامريكان انستيتيوت اوف فيزيكس ايضا في ضمن مستوعبات سكوبس، وتم نشر ايضا قسم من البحوث في المجله العالميه جي ال اس بي ار تحت ناشر كاسبو. ايضا هنالك تم نشر قسم من البحوث في مجله جامعه زاخو المفهرسه ضمن ادواج. فاذا عدد البحوث المقبوله 38 في مستوعبات سكوبس بالاي تربل اي، 25 ضمن مستوعبات اي اي بي، والبقيه واثنين بحثين في جي ال اس بي ار حسب اللي كان تخصصها البيولوجي، والبقيه في جامعه مجله العلميه في جامعه زاخو. شكرا جزيلا دكتور. طبعا زملائي كما تشاهدون سيتم هناك مناقشة عدد من البحوث خلال يومين من انعقاد هذا البحث الذي تعد فرصة جيدة وخطوة جيدة لعدد كبير من الباحثين لالتقاء لمعرفة آخر أبحاثهم العلمية، كما سيكون هناك فرصة جيدة لالتقاء بالباحثين من دول عربية وعالمية. طبعا هذا المؤتمر لقى نجاحا خلال السنوات الماضية، ومن المؤمل أن ينجح خلال هذا العام وللسنة الرابعة الذي يتم عقد هكذا مؤتمرات دولية داخل جامعة زاخو. نعم زملائي. وشكرا جزيلا لك.